مقر تقبل التعازي بفقيد الكويت أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله رحمة واسعة. ونتابع وإياكم هذا النقل من المطار الأميري والقاعة الأميرية التي تستقبل أصحاب الجلالة والفخامة والسمو وأصحاب المعالي الذين يتوافدون إلى الكويت لتقديم واجب العزاء بفقيدنا جميعا أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. نسأل الله أن يكتب له الجنة. في هذه الأثناء إذن مشاهدينا الكرام يصل معالي السيد بارك جين وزير خارجية جمهورية كوريا الصديقة في هذه الأثناء لتقديم واجب العزاء لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في القاعة الأميرية ولأسرة آل الصباح. يصل إذن معالي السيد بارك جين وزير خارجية جمهورية كوريا الصديقة وحديث إلى سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تعبيرا عن تعازيه بهذا المصاب الجلل الذي ألم بنا جميعا خلال هذه الأيام، ومقدما التعازي باسم جمهورية كوريا الصديقة لسمو الأمير ولأسرة آل الصباح. دكتور، إذا ما اتجهنا إلى مجال آخر من المجالات التي رعاها فقيد الكويت وهو المجال الرياضي والدعم الذي حظيت به الرياضة الكويتية لأكثر من عقد من الزمان، هناك ربما مراحل يعني كانت الرياضة فيها على مستوى عالي وهناك مراحل يعني هبط هذا المستوى أو تدنى، لكنه لم يبخل على أبنائه في كل الفترات منذ أن كان وزيرا للداخلية واستمر حتى يعني اعتلى سدة الحكم أميرا للبلاد، استمر بعطائه لأبنائه الرياضيين. هناك حقل تعليمي وهناك حقل رياضي لرعاية الشباب، ما الذي يمكن أن نتحدث عنه في هذا المجال؟ أعتقد أنه تجربته في دعم الرياضة الكويتية هي طبعا تجربة مشهود لها، سواء في رعايته لمسابقات تحت رعاية ولي العهد يعني أثناء يعني وجوده في ذلك المنصب، إضافة إلى ذلك أعتقد أنه إذا عكست تجربته في كما ذكرت أخ منور التجربة الأمنية والعسكرية وفي الشؤون الاجتماعية وفي الرياضة وفي مجالات مختلفة، أعتقد أن كل هذه التجارب ساهمت في تكوين شخصية القائد لديه، شخصية الزعيم المتبصر حول شؤون بلد الداخلية، وأيضا دعنا نقول ما يقلقها خارجيا، بمعنى أنه دعم لأبناء وبنات الرياضيين في الكويت هو دعم مشهود له يعني ويتذكر الرياضيين في الكويت، وأيضا ساهم أيضا في تطوير الرياضة الكويتية، بخاصة أن اهتمامه في الرياضة الكويتية ينبع أيضا من اهتمامه بالجيل الكويتي الشاب. يعني هي توجد مفاهيم أخ منور معينة في سياق مسيرة أي قائد سياسي في العالم، وبالنسبة في سياق تجربة صاحب السمو أمير البلاد الراحل حفظه الله ورعاه رحمه الله، الحرص على
استتباب الأمن والاستقرار في الكويت هذا أمر، إضافة إلى ذلك تركيزه على أن الكويت أمانة في أعناقنا هذا أمر آخر، إضافة إلى ذلك حرصه على يعني منح الفرص للشباب الكويتي وتأهيلهم رياضيا ووظيفيا وفي كل مجالات حياتهم. يعني هذا الأمر، هذه الأمور تعكس على أنه فعلا كان لدي مرة أخرى بعد نظر سياسي وبعد نظر دعنا نقول اجتماعي، بسبب أنك كقائد سياسي إذا لامست يعني ما يشعر به المواطنون العاديون ويعني سوف ينظرون لك يعني كجزء من هذه الأسرة، وهذا طب الطبع كما تعود عليه القادة الكويتيون والأمراء الكويتيون في السابق وفي المستقبل إن شاء الله، أن هذه العلاقة الحميمة والقريبة ودعنا نقول المترسخة بين المواطن والقيادة السياسية في الكويت. فأعتقد أن في مسير حياته يعني الثرية بالتجارب الإنسانية العميقة أدت إلى يعني اتخاذ نهج دعنا نقول قيادة متميز فعلا، يترسخ فيه الإنسانية، يترسخ فيه الحس الواعي للمسؤولية الوطنية، ويترسخ أيضا فيه الحرص الأبوي يعني الأبوي تجاه أبناء وبنات الكويت، وكما لا يعني أدى أدوار السياسية منذ فترة الثمانينات إلى أن أصبح أميرا للكويت قبل 3 سنوات. أعتقد أنه كل هذه التجارب تمخضت عن شخصية دعنا نقول أبوية. حاليا الحزن في الكويت أخ منور هو فعلا حزن المواطنين على فقدان شخص ينظرون إليه كأب يعني وكقائد، وبخاصة أركز على سمة وسجية الأب، بسبب أنه عرف عنه تواضعة وعرف عنه تدينة، عرف عن قربة من مواطنينا، عرف عن حرصة المستمر على رفع مستوى معيشة المواطنين الكويتيين، حرصة المستمر على العفو عن مثلا بعض المدانين في بعض القضايا، حرصة أيضا في التركيز في كثير من وصايا يعني للحكومة ولوزرائها على مراعاة مشاعر المواطنين الكويتيين وتلبية أو الإيفاء بمتطلباتهم. فيعني أنا فقط على سبيل التسلسل يعني بما أنه مررنا ببداياته رحمه الله وبتوليه حقيبة وزارة الداخلية بعد محافظا لحولي ومن ثم وزارة الدفاع ومن ثم وزارة الشؤون والعودة إلى وزارة الداخلية مرة أخرى، وقبل ذلك نائب رئيس الحرس الوطني، كان أول نائب لرئيس الحرس الوطني، وبعدها تولى ولاية العهد إلى جانب المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الأحمد. وهذه القلعة إنجاز التعبير الدبلوماسية، يعني خبرة طويلة ومديدة منذ تأسيس الكويت، رفع علم الكويت رحمه الله في مبنى الأمم المتحدة في عام 1963، ونشاط دبلوماسي من قبل ومن بعد. فيعني أكثر عقد ونصف من الزمن تحديدا وقد يزيد وهو وليا لعهد الشيخ صباح، ما الذي انعكس من خبرة وحنكة الشيخ صباح خصوصا في السياسة الخارجية، ونحن نتابع يعني في هذه الأثناء مع السيد بارك جين وزير خارجية جمهورية كوريا والمنظومة التي أسستها الكويت منذ استقلالها وعلاقاتها مع الدول، عقد ونصف من الزمن وهو وليا لعهد قلعة دبلوماسية. نعم بالطبع، الأمير الراحل غفر له الله ورحمه الشيخ صباح هو كما ذكرت هو من زعماء الدبلوماسية في الشرق الأوسط، وهو يعني يعزى له تأسيس الدبلوماسية الكويتية، وله نهج سياسي ودبلوماسي محدد، وله أيضا تجربة واسعة في هذا المجال. فملازمته كولي عهد لصاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح أعتقد أثرت في شخصيته وبخاصة في تجربته السياسية، إضافة إلى كونه أخيه يعني هو يعني كأخ يعني، ولكنه أيضا كزعيم وقائد وقدوة في هذا المجال. فأعتقد أنه استقى
يعني تجربته الدبلوماسية من منبع وكما ذكرت قلعة الدبلوماسية الكويتية، المنبع الأصيل للدبلوماسية الكويتية الحكيمة، في التي تمثلت في دبلوماسية الشيخ صباح الأحمد رحمه الله وغفر له. فأعتقد أنه يعني نهل من المنبع الأساسي في الدبلوماسية الكويتية، وتأصل هذا الأمر في أيضا في قيادته للبلد، يعني بعد أن أصبح أميرا للبلاد، بأنه انتهج نفس النهج، دعنا نقول الإيجابي والباحث عن السلام، والنهج فيما يخص السياسة الخارجية باتجاه السياسة الخارجية الكويتية، وأيضا في تقويته للعلاقات الدبلوماسية مع الدول الإقليمية، سواء كانت الدول العربية أو الدول الإقليمية ودول العالم بشكل عام. فأعتقد أنه هذه التجربة الدبلوماسية لصاحب السمو الراحل أمير البلاد يعني خرجت من تجربة سياسية من لدن معلم السياسة الأول في الكويت رحمه الله الشيخ صباح الأحمد، وعميد السياسة والدبلوماسية الكويتية منذ الستينات، يعني كما ذكرت أخ منور. فأعتقد أنه توفر لصاحب السمو أمير البلاد الراحل فرصا كثيرة للاستفادة من هذه التجربة الإنسانية والدبلوماسية العميقة، أثرت في قيادته وطريقة نظره إلى العلاقات الإقليمية، وبخاصة في حرصه على تقوية العلاقات الإقليمية مع دول الخليج أو دول العربية بشكل عام أو دول العالم بشكل أشمل. وأعتقد أنه أيضا مسحت دبلوماسيته الخاصة بمسحة دبلوماسية خاصة وفريدة من نوعها، وبخاصة أن دبلوماسية الشيخ صباح الله يرحمه يعني دبلوماسية يعني فريدة من نوعها، يعني تأصلت في معرفة دقيقة استقبال رأب الصدع بين الدول الخليج، رأب الصدع بين الدول يعني كانت بعد وفاة رحمه الله الشيخ صباح بتقريبا شهرين أو يزيد بقليل، وذهب نواف الأحمد أمير البلاد الراحل رحمه الله شخصيا ليتأكد من أنه تعود المياه إلى مجاريها في قمة العلا، إن كنت تذكر معي في هذه الأثناء. نعم. دكتور، نشهد مغادرة معالي السيد بارك جين وزير خارجية جمهورية كوريا الصديقة بعد أن أدى واجب العزاء بفقيد الكويت أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله رحمة واسعة. وكنا نتحدث قبل قليل عن الدبلوماسية والعلاقات الخارجية وما تزخر به الكويت من علاقات وطيدة وعديدة مع العديد من دول العالم في هذه الأثناء. إذن يغادر معالي السيد بارك جين وزير خارجية جمهورية كوريا الصديقة، وقبل ذلك كنا مع معالي السيد هارجيت ساجان رئيس المجلس الخاص الملكي لكندا، وقبلها أيضا العديد والعديد، وقبلهم كان معالي الدكتور إيسوكي موري المبعوث الخاص لمعالي رئيس وزراء اليابان، وهذا ما كان يتحدث عنه الدكتور خالد الجنفاوي بعمق العلاقات وتعدد العلاقات الكويتية على مر العصور منذ الاستقلال وحتى الآن، وهذا الاهتمام الذي تبديه الدول الشقيقة والصديقة من مشاركة لأحزاننا ومشاركتنا في هذا المصاب الذي ألم بالكويت بفقدان أمير العفو.